أسعد الله أوقاتكم متابعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم بهذه الحلقة الاستثنائية من الشمال السوري المحرر. تعمدت في زيارتي إلى الشمال السوري أن أذهب إلى جميع القطاعات التي تشهد تطور معماري وتطور صناعي، سواء في مناطق الشمال السوري في مناطق عزاز وريف حلب الشمالي ومناطق إدلب وريف إدلب. أنا الآن ضمن مطبعة في مدينة سرمدة. هذه المطبعة تقدم أعمالها أو تقدم مطبوعاتها إلى الجمعيات والمنظمات، وتعمل باحترافية وبكفاءات عالية. ابقوا معنا. أهلا وسهلا فيكم، خالد قزي مدير مطبعة أبرستون. بالنسبة للطباعة بشكل عام، فالمطبعة بتقدم خدمة طباعة مجالات واسعة الحقيقة، أهمها هي طباعة علب الكرتون بالنسبة للمنتجات الغذائية ومنتجات الأخرى، وطباعة المناهج المدرسية. عن الطباعة بشكل عام واسعة الحقيقة، فنحن نتمنى يكون في أفضل من هيك. هلا بالنسبة للإيجابيات والسلبيات من الطباعة بشكل عام، السلبيات هو عنا سلبي واحد الحقيقة، هو تأمين المواد الخام، لأنه عم تدخل من الخارج وعم نلاقي صعوبة وأيضا غلاء بالأسعار. الإيجابيات الحمد لله صار في كتير أمور جيدة، ودخل الطباعات حديثة على المنطقة اللي هي طباعة اليوفي، حفر الليزر، هي مجالات أخرى كلها، وقدمت خدمات حقيقة وكتير ممتازة. أكيد هلأ المطبعة حاليا بتضم 25 موظف بين إداري وبين يد عاملة، وممكن يزيد العدد حقيقة، لأنه المطبعة في تطور دائم إن شاء الله. فينا خدمات للعلب الدواء وللبروشورات وعلب الضيافة وعلب الأدوية جميعا، يعني شو المجالات كمان الكتب، يعني مثل أغلفة كتب مجالات، وعلب جميع الأنواع، العلب الكرتونية والورقية. أكيد السلفان، هاي بالسلفان القطعة عبارة عن إيش؟ مشان عبارة عن تحمية من الشمس ومن الماء، يعني اجا الشمس ما بتبجي، بضل قطعه مثل ما هي عزها وتمام، بتمشي بضل قطعه مثل ما هي، والمي ينكب عليها ومي بضل قطعه مثل ما هي عزها وتمام، بتغير فيها شيء طاول.